السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في قناة. اليوم جيت نقدم لكم الكبدة بالطريقة المغربية التقليدية. كنشكر أي واحد كيخلي لي لي كومونتير ديالو، كيبارطاجي مع صحابو وحبابو. دابا غادي ندوزو للمقادير والطريقة. بسم الله. السلام عليكم، مرحبا بكم مره اخرى في القناه. اليوم جيت نقدم لكم الكبده مشمره بالطريقه المغربيه الاصيله اللي ديال زمان. بسم الله غادي نبداو. اليوم فوالا عندنا الكبده، انا غندير كميه قليله باسكو غير انا اللي كناكلها. مطيشه مقطعه هكذا صغير، اولا مطيشه سوغيز، واحد بصله مشلده صغيره، حامض مسير، قزبر معدنوس، ثومه، الابزار، الملحه، التحميره والكمون، وعصير نص حامضه. ونقدروا نديروا الزيتون من الفوق في التزيين. ودابا غادي ندوزوا للطريقه. غادي ناخذوا واحد المقيله، غادي نديرو فيها الزيت البلدية، وغادي نطيبو فيها الكبدة ديالنا. نخلي الزيت تسخن ليا واحد شوية، وغادي نطيبو فيها الكبدة اللي عندنا. صافي، غادي ناخد الكبدة اللي عندنا ارميها ما نحركوش فيها بزاف باش ما تفرتش لينا الكبده. غادي غير نخليوها شويه بهذه الطريقه. راه ما كتبقاش الصوره ديال الكبده انا غادي نكمل ليها طياب، غير ما تبقاوش تحركوها بزاف. انا غير كنقلبها باش تضمن شويه من كاع الجوانب. صافي، دابا غادي نفردها. هنا غادي ناخذ الطاوه، ومن الاحسن الا كان عندكم طاجين صغير كتجي فيه احسن. وهذيك الزيت اللي قليت فيها الكبده هي اللي غادي نكمل بها الطياب. صافي، هنايا غادي نخليها ديك الماء اللي طلقات ليا الكبده ينشف واحد شويه، وغادي نضيف البصله. هنا غادي نخليها تشحر مزيان وطيب، طيح لينا هاد البصله وتحمر لينا واحد شويه. غادي نضيف عليها الملحه، صافي، وغادي نسد عليها ونخليها تشحر لينا. صافي، هنا من بعد ما تحمرات لينا البصله غادي نضيفوها، هي غادي نضيفو عليها الكبده اللي كنا ديجا قليناها. وغادي نضيفو عليها ثومه وربع، صافي
والحامض مصير اللي قطعناه طريقات، نخليوها تشحر لينا مزيان، ونضيفو باقي التوابل اللي هي شوية ديال الكمون، التحميرة، والإبزار، كيف تقدرو تزيدو السودانية اللي كيبغي الحار، نخلطو مزيان باش اللقامة تشرب لينا في الكبدة، سمحوا لي تشرب لنا اللقامة. انا هنا ما عنديش سودانية، غادي نحك هاد السودانية هكذا، راه كتكون في لي غون سيرفاس، وغادي نضيف واحد شويه ديال الخرقوم، ما درتوش لكم مع المكونات في الاول نسيت، غير شويه صافي. وغادي نزيد واحد شويه ديال الماء، باش نكونوا لاصوص قياس واحد نص كاس ديال الماء، وغادي نضربو نسدو عليها باش نخليو ديك البصله مازال تحمر لينا، والكبده تزيد تكمل الطياب ديالها. صافي هنا غادي نسد عليها ونخليها تكمل طياب ديالها. صافي هنا من بعد ما طابو لنا الكبدة، غتقدرو ديروها بأي كبدة متوفرة عندكم، أنا درتها بالكبدة البقري، تقدرو ديروها حتى ديال بيبي. هاد الطريقة راه ما كتكونش فيها بتاتا الزفوره ديال الكبده. صافي هنا مني طابت لينا هانتوما الكبده، شفتو هاهي راها طابت، غادي نزيد هادوك الطريفات ديال المطيشه، اولا لا توفر عندكم مطيشه سيرفيس، مازال هاد المطيشة غادي تلق الماء ديالها. غادي تجينا واحد لاصوص معلكة، صافي هاهي غادي نسد عليها، وغادي نخلي ديك المطيشه ديالنا طيب مزيان وتطلق الماء ديالها، ونقدروا نضيفوا الزيتون الا بغيتوا، ونرجع نكمل معكم باش نوريكم الطبق النهائي. وصافي هنا من بعد ما طابت لينا الكبده وراه ما كيبقاش فيها الماء، غادي نضيف عليها ديك عصير نص حامضة اللي كنا
عصرنا حلوه. صافي بسم الله. صافي غادي نطفي عليها. ندوزو نقدموها بالصحة والراحة. صافي ها هي المقيله ديالنا واجده، كتجي بنينه والمريقه ديالها معلكه. نتمنى تجربوها وتردوا عليا. وهنا يمكن لكم تزيدوا الزيتون، انا ما متوفرش عندي، ما درتوش الزيتون بلا عظام ولا اللي كان متوفر عندكم، وديروه من الفوق وبصحه وراحه. وهنا ها هي دي المقيله ديالنا وجدات، اولا تقدروا كيف قلت لكم تقدموها في طيبوها وتقدموها في طويجين. هنايا المقيله ديال الكبده ديالنا وجدات، تقدروا تزيدوا الزيتون، انا ما متوفرش عندي. لاصوص شوفوا كيفاش كتجي معلكه. نتمنى تجربوها وبالصحة والراحة.